يا ساتر يا رب، ده مين الرخم الرزل اللي جاي الساعة 7 الصبح يوم الأجازة ده؟ يا ساتر على البشر. إيه ده؟ علي أهلا حماية كمان. ازيك يا علي؟ معقولة؟ الساعة 7 ولسه نايمين يا علي؟ أه صحيح، إزاي يعني ننام لحد 7 الصبح يوم الجمعة؟ ده حتى ما يصحش. يلا مغاوري حط الشنط. شنط؟ شنط؟ فينا الفراخ؟ فينا الحمام؟ فينا الوز والبط؟ نكد عليك ايه دي؟ ايه جاي من الفيوم انا؟ اقفل. ها عاملين ايه؟ لا الحمد لله، هي حماتي مش طالعه وراك؟ لا حماتك اندشت وقعت على رجليها اتجزعت، الحمد لله. قصدي يعني كويس انها جت لحد كده، الدكتور ربطها لها وقال لها ما تدوس عليها لمده 10 ايام. انا ما كدبتش خبر، قلت لا لازم انا اجي اساعد انجي بنتي. آه لا ده انت نورت الدنيا، وانت عامل ايه؟ تمام. يا مرارك يا انجي، ما كانش عاجبه صباح الخير يا زوجتي العزيزة، وديها قلبت بالموظفون في الأرض. صباح الخير يا بابا يا حبيبي. ايه النور ده يا حبيبي؟ انجي وحشتني قوي يا حبيبي. وحشتني يا قمر. وحشتني يا حبيبي. ازيك يا انجي؟ اهلا اهلا يا هبه حبيبتي. قلت لك 100 مره بلاش الحجمه دي، ها هقطع الخلف. معلش يا حبيبتي اصل كنتي وحشاني قوي. ايه يا اختي الغيبه دي كلها مختفيه فين؟ ها معلش يا هبه، والله اصل انا بابا عندي اليومين دول وملبوخه معاه هو والولاد. لا يا حبيبتي الله يكون في عوني. امان عليكي بقى تسلميني على الحاجه قوي. حاضر يوصل يا هبه يوصل. ولو احتجتي يا اختي اي حاجه اوعي تترددي، انده عليا بس ابعت لك البت زغلوله. هي صح عندها 10 سنين بس ايه ابدا لهلوبه كده بتبرم في المكان. 10 سنين؟ لا متشكرة قوي يا هبة، شايلك الوقت عوزة للتقيلة. ماشي يا حبيبتي براحتي، يلا باي باي. 10 سنين مفيش فايدة فيك يا هبة، والله لا بلغ عنك حقوق الطفل. ربنا يهدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بابا؟ يا حبيبة قلبي يلا اغسلي ايدك بسرعة عشان ناكل، علي جوه بيغير هدومه. حاضر حالا يا بابا. الاكل ده كله هو احنا عازمين حد على الغدا ولا ايه؟ عازمين حد ايه؟ هو انتوا امكم ما بتعملكوش اكل لما تكون عازمين حد؟ اعذرها يا جدو، قصدي ماي ما بتشوفش السفرة بالشكل ده غير لما نبقى عندنا عزومة، غير كده مامي بتدي لكل واحد طبق ناكله جنب الحيط. ولد اسكت، لو امك سمعتك هتسود عيشتك. ايه بتضحكوا على ايه؟ ضحكوني معاكم. لا يا حبيبتي اصل الاولاد كانوا لسه بيشكروا في السفره اللي انت بتقدميها. يشكروا في السفره؟ حسابنا بعدين. ايه يا علي انت مكسوف تاكل في بيتك ولا ايه؟ ولا الاكل شكله مش عاجبك؟ لا 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 مش مكسوف ولا حاجه، ربنا يستر. قصدي يعني الاكل شكله جميل والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده الله، الاكل تحفه. استمينك يا عمي. امال ايه يا ابني؟ ده انا واخد كورس طبيخ في البرازيل ايام ما كنت هناك الصيف اللي فات. وريدي يدخلوكوا البرازيل. عليك يا علي. شفت يا بابا انا بقالي قد ايه بنتك اول مره اعرف ان انت بتعمل اكل بالطعامه دي. ما هي مامتي بقى، الله انت قصدي الله يسامحها. ما كانتش بتخلي رجلي تخش المطبخ. ينصر دينك يا جدو، ده احنا ما كناش عايشين يا جدعان. تسلم ايدك يا جدو، انا اول مره في حياتي اكل اكل بالحلاوه دي. يا سلام، افهم من كده ان انا اكلي ما كانش بيعجبكم؟ مش انت يا استاذ سولي اللي كنت دايما تقول لي يا مامي انت بتعملي احلى بيض مقلي في مصر كلها، قلت ولا ما قلتش؟ الف هنا وشفا يا حبايبي. فرمان جداوي رقم واحد، اول ما نخلص على الاكل ماما الحبيبه هتقوم تشطب على المطبخ. اوكي اوكي. فرمان جداوي رقم اتنين، طول ما انا عايش معاكم هنا يا حبايبي هتاكلوا احلى اكل من ايد جدو. احلى اتنين فرمان من احلى جدو في الدنيا. خلاص طول ما حضرتك هنا عليك الطبيخ وانا عليا تشطيب المطبخ. يلا ما تاكل يا علي. يو اخرف لك. حرام اللي انا فيه ده، حرام. ايه كل ده يا بابا؟ ايه كل الاطباق دي؟ انت بتاكل قبيله؟ ده احنا 5 انفار، 5 انفار بس.
قال وانا فرحانه قوي اقول له انا اللي هغسل الطبق انا اللي هغسل النيله. بابا بابا صرف رايك الساعه. رايك يا انجي يا حبيبتي مش احسن من شغل الفلاحين اللي انت كنت عاملاه؟ اه حلو قوي حلو قوي بابا تسلم ايديك يا حبيبي. ورايك في التاتشات؟ تاتشات تحفه تحفه. كان في شويه تاتشات هنا حبيبي راحت فين؟ جحتهم للواد مغاوري ومسز مغاوري. دي حاجات بطلت من زمان يا انجي. يا بابا حرام عليك يا بابا انا دافعه فيهم فلوس كتير بقى. لا ماشي حبيبي ماشي مساء الخير فداك يا حبيبي فداك. هساعدك يا انجي كل يوم تاتشات. ايوه يا جدو يلا يلا. ايه ده ايه ده انتوا صاحيين بتعملوا ايه لحد دلوقتي؟ ايه يا انجي ايه يا انجي صوتك العالي دوت ما كانش حاجه لما الاولاد يرتاحوا من المذاكره ويلعبوا بلاي ستيشن شويه وبعدين وطي صوتك علي نايم. مذاكره ايه دول المفروض يبقوا في سرايرهم عندهم مدرسه بكره الصبح. ده ناقص يوم من المدارس. ايه يعني اللي هيحصل الدنيا هتخرب؟ يلا فرمان جداوي بكره مفيش مدارس. بس يا بابا ما ينفعش كده يا حبيبي. ما ينفعش خلاص الفرمان طلع بكره مفيش مدارس يعني مفيش مدارس. يعيش جد يعيش يعيش جد يعيش يعيش جد يعيش يعيش جد يعيش يعيش يعني لا عارفه اشتغل في البيت ولا عارفه اركز هنا. منك لله منك لله يا ام عليش على الحوسه اللي احتستها بسببك. ادخل. انا داخله من بدري. ايه الجميل سرحان في ايه؟ ازيك يا كوكو؟ بابا والله يا كمال يا بابا على قد يا حبيب قلبي ما بيحاول يساعدني في البيت ويعمل كل اللي يقدر عليه على قد ما هو تعبني قوي تعبني يا كمال. يا بوظ العيال ومدلعهم مش عارف اعمل ايه. ده غير بقى التاتش بتاعه اللي حاططه لي في كل حاجه وتقل المواعين بتاع كل يوم. انا تعبت تعبت يا كمال يا مش قادره. تعرفي يا انجي انا ايه اللي مستغرباه؟ علي جوزك ازاي ما عملش حركات النص كوم بتاعته اللي بيعملها مع طنط لطيفة؟ اطعم الفم تستحي العين. اه عاجبه يا ستي اكل بابا قوي. ده غير طبعا ان انا مش مركزه معاه خالص وهو منطلق عشان ملهية انا مع بابا والعيال. بجد يا انجي؟ طب والنبي خلي باباكي كده يقولي على كام وصفه جديده لحسن حسين جوزي. كاميليا كاميليا انا مش ناقصه فرسه. طيب خلاص. ايه؟ خلي مامتك تبستك على باباكي وتكلمه كده بطريقه غير مباشره وتقنعه ان هم يروحوا البيت. يا ريت. بس هي المشكله مش في ان بابا يبستك خالص. المشكله لما بابا يمشي انا هعمل ايه من بعده؟ وبعدين حبيبه قلبي ماما مش قادره تمشي بعد ما وقعت. دي بيشغلها يا انجي. منين يا كاميليا؟ هو ايه الموضوع مش بالساهل يعني؟ اجيب ايه بنت عندها 10 سنين زي اللي عند جارتي هبه ولا السنيوره اللي عند جارتي الثانيه منال عشان تخطف بقى علي والعيال ومش بعيد كمان تخطف شغلي بالمره؟ ايه 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 شغل الدراما اللي انت عايشه فيه ده؟ هو يا اما عيله يا اما مزه. نقي لك حاجه في النص. فين النص ده؟ ما شفتوش انا. وبعدين انت مش عارفه ان في ازمه شغالات في البلد. بت يا انجي انت ربنا بيحبك. عرفتي ازاي؟ اقول لك البوابه عندنا تشتغل مخدماتية جايبة شوية خدمات زي الفل لنص الشارع عندنا. بجد؟ بجد يا كاميليا يعني اعتمد عليكي في الموضوع ده؟ عيب يا بنتي. اعتمد عليكي؟ لا انت تعتمدي على البوابة. نطلع